وراي صوبك بلشدنا ويخالي ووي واقرت مركا حقايا عيدن كاقا إيميك أي جوغان تبعا 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 إيميس أي أجرتا مركا مقالة دا عرقابو ألو مدوري ألو يلباتك ملاسيك هيا مركا حرد كور ساكا محيكا قدو أنت ما لماذا يشالي أوكي مودادو كلا جيدي يو داو روسي يو وحاسا أيا لغتي يجيد أن كل شيء ده إن ولي لوجي رأى لبضل النعباء إن أي ولي هوبكي يوحي عيدا كي ولي إن إسهر فريان مركا عيدا كهذا مثلا دجانو إسر رسمي عنكم هين تود لو رجين أي بورس جو من مجارو بورس هو مجارو أو إلوا ما إلوا شو مجارو كلوا بدرس أي الجامع بورس ما يقدر حكومة كرونا من شو لا ألف وابقس شرس تجام شجر عي عيدا مثلا إذا ما الشعب كلايي خوش واسع رشة واسطه رشة محد ولا شيء تعيد أنا يا شلي شعب لاي حلف وين حلف وين جوا وارد عليه وارد على الله بني مثل الله وعبد الله مثل ذي شيء رب يمكن رأس يا حلف وين عيدا كان الدري ملك السلطة وقير الدم تاج الله يا واقعت مرك أنك هذا قصاره إذا أنك هذا سوق قار إنتبه قار السين هاي. السلام أسد إحنا هو واتراه. الله قاري والله يلا صلي. أقول أسد إحنا في قبيل محاشي واد أسكه غيري عاشر. واقعت مرك دجال أنت بدن ويل باكود أنت ويل كمرد شيء سومالي وترى لا مرك حلا عن دجال هين ميون الجرين. أرتقت كل شيء سبب دم شبع إلى هاي بهية. كجيب مركب وهدو عدالة وهو استد نقضه ونقضه وحقوق هاي عالم كوهيو وقفقري بنتي أمدى كيف كاكل تريو الفقري هدو تقالبه وكل تحاق بكل تي لكن هدو دكسر ويسا كأيه يقف بقل ونقول غني محيطة مرقى حقوق ذا أدوه كام مقنو كاليقا أد أدو ذي سو أد راديني سو أد أدقى لامي سو أبري ما عايكا قبقى دي إلا هاي مسلعية ما مسجي سو ما نبضوه بلسو كوكيلي هاي قبائل جدقان يقب الله وين أي هلان حقوق ذا حقوق ذا مركا محيطة مركا كله وحين لاسو عنا إنسو مالان إن حزبية أي كجران حزبية ذا سن إن لغو ترتمو مركا حقوق ذا كام مكان كعارة أهم أما أذكي يبيش أتكسو جيد محيطاي انت بي قارسنتاي أوكي مركب أفتح سيرة واد الله بك اللي قد رميوه مركب أحوي برشد وهو يكوي انتهي وحيد ياري أوضته مركب أورت سيرة فان مركب أحوي أحس بيبهري مركب حقيقة نضبت على أغوه كانوا زيهم غير أما حروف قرطه. أرد أسوي واحد نقول أسوي واحد جذب ككلام هو عبريه. واقف تمرك ما واحد الله ذهب بيشة أنا أقول أنكر له شيء وحش بسياسة ذات أو إسمال لان كل هذا ما جرتوا. أوكي هذه كلام الدلكة دلكة. هي دقالة هالدلكة. إيدي هانتيدو. حزب كلام صوب حياته بسرو. والله وان بوشيا وين ترى الحس أنا جاي غير كي جاي وقلت بسي هاي ونن غير كي جاي حس وهذا جاي لكن هذي درسني لو تبغى لكم بابا سووا هاي وحنا لو هم كي دخلها هي صورة كي مركو قدام أنا غير كان كده صورة كي لو دخلت كم قبل لح قبل لو حلو بوشيا قاعد سمار الآن ليش كافريا أفرتم بون تفايف أيه أول عزيه هي لكن حس لا وداني أخيرك إمارات يو وحلى سوم مليقي أيها واقف تمرك يأتي تمرك عدك كغشو بنيسا
dhanka kale waxaa jiray dhowaanahanba wadahadalo adiga iyo mas-uuliyiinta Soomaaliland idiin socday, marka wadahadaladaasi maxay yihiin sababaha fashilisay? sida warbaahinta Soomaaliland ay soo tabinaysa, taasi waa mid ka turjunta dowladda, warbaahintu waa mid dhexdhexaada oo international ah, laakiin mid turjumlahu la yidhaho warsadaha ku hadal maaha. waa garta, ma waxaad leedahay ma jiraan wax wada hadalla oo inoo socda anaga iyo Soomaaliland? horta haddii aniga layga rabo wax wada hadala alaa layga lah, waxbaa la weydiin lah, idaacadaha safrisan lahaa haddii aan shuruudo iyo wax ciid ku xiro waa la ogaan lahaa, codkaygaa la duubi lahaa, sidaa bay nafaatay. marka anigu wada hadalkaa ma ogi duulimaad aanogahay marka sal soo qaadayo, haddii duulimaad saadeen la joojin waayana dhimashaduna way badanaysaa, dhaawacuna uu badanayaa, adin jiro way soo durki doontaa insha allah. waa garta, marka hadda ciidamadaada xaggee baa saldhig u ah ama talis guud? meel walba way joogaan, meel walba way joogaan, Burcay joogaan, Hargeysay joogaan, Berberay joogaan, Oodweynay joogaan, Cergaabay joogaan, Ceef bay joogaan, meel kasta meel bay joogaan, meel kasta waa joogaan. marka ciidankii idinku aad dagaal kula jirteen xaggee bay ku dambeeyeen? wallaahi dee ciidankaasi waa ciidankii dhaqaalaha dowladdu ku baxaysay, rag baa horkacaya, nimankaasi wajaalay ku dhasheen iyo meelaha kuma dhalo halkan, akhrisuna waxa noqon doontaa nin ciid dala iyo nimaan lahayn, wallahi meelahaasay ku jiran yihiin, jaxriyoodna kusoo kuwa maatada ku leynaya ceelkooda iyo caruura. waa garta, marka hadda ujeedkaaga ugu weyn muxuu yahay marka oo sida xal iyo nabad lagu heli karo oo dagaalkan adigu aa ku joojin karto? okay, xal iyo nabad waxaa lagu heli karaa marka qof kasta xaqiisa loo ogolaado, nation kasta xaqiisa u helo, arrintu sidaasun bay ku dhamaanaysaa, cid bayna ku xidhanto, waanay soo batay, bulshaduna way raacday, waa weyn. waa garta, marka xaggee ayay ciidankaaga iminka ay joogaan? tabca imis ayay u jirtaa marka magaalada Ceergaabo? adigu dhowr laba iyo labaatan meelahaasay jirta. haye, marka xaaladda ka waran saake maxay kaga duwan tahay maalimadii shalay? okay, moodaadu kala geedi iyo dhaawac rusi iyo waxaas ayaa lagu jiray.